دي جي في تحدي النجوم من عالم الموسيقى إلى عالم فن الطبخ. نطلع لكم من خلال الشاشة وأنا اليوم راح ندي حلوة تاع العيد على الشاشة. فأمين نعم. القهوة واللاتاي الفن دخلوا من الدعيين عضيشان وصباح قالوا له يا حاكم القدر تحكم بيناتنا ولاد شاف أمين اليوم راح يضيفنا قهوة ويضيفنا أتاي وما راهوش وحد المجال يقولوا أمهر الطباخين رجال وباش يكون تعادل وتوازن بين الفريقين ماشي معنا شاف واحد لكن معنا شاف آخر راح يكون على اليمين تاعي هو الله الله غمتين يغسل العزي يبغى وليد قابيلي غاي واي وا الله الله غمتين يغسل العزي يبغى وليد قابيلي تعرفنا على نجمين على اليمين تاعي نجمين على اليسار تاعي باش يكمل الفريق اللي على اليمين تاعي معنا كذلك اسم قوي في الساحة الفنية أكيد حضر في عديد إن لم أقول أغلب الأفراح تاعكم أنتم مشاهدينا مطلوب كثير ومحبوب كثير واليوم جاء باش يتحدى في تحدي النجوم هو الفنان لا بلا ابد عمري ما نزيد نتلفت لورايا الماضي راني غلقت باب وقضيت عليه امضت حوالو كلها حتى ما بقي في البال غير راحة بعد الواليه كل شي ما كان بقات قصات وغير حكاية اطفت شموع وطاح لي النسيان الماضي راني غلقت باب وقضيت عليه حاضر معنا الفنان سيد علي على اليمين تاعي وبالتالي قدرتوا تتوقعوا انه على اليسار تاعي ابقى اكيد الفن نجم من عالم الاغنيه كيفاش لا وهي من بين الاسماء اللامعه في الساحه الفنيه الجزائريه في الكواليس قالت لي معوله تجي تدهي ذهبي لتحدي نجوم وهي اللي كتبت اسمها بالذهب في سجل الأغنية الجزائرية بتحية كبيرة نستقبل الفنانة كريمة الصغيرة أنا اللي بغي ونستهل جمرات نحط على القليل نستهل الدمعة وكان لا بكي وكان لا بكي على القليل
كريمه الصغيره من فضلكم اعطوني تحيه كبيره على الديفا تاعنا كريمه الصغيره. اجواء متميزه في الاستثناء. قبل ما نرحب بضيوفي وضيوفكم واحد واحد راح اقدم لكم كما كل مره في بدايه البرنامج عرض، لكن لانه زينو وموح اليوم كثروا على عارفوا يامات الاخرى تاع رمضان، شدوا السمانه الاولى الثانيه الثالثه، كي كثروا قال لك يرتاحوا شويه. ومعنا مفاجاه كنتوا شفتوه من قبل في تحدي النجوم، هو راح يقدم لنا العرض في بدايه هذا البرنامج. إيب شكرا شكرا شكرا، استعراض جميل نفتحوا به شهيتنا العدد باش هما الثاني يقدموا لنا استعراض من خلال قبول والفوز في مختلف التحديات. قبل ما نبداو اول مرحله كي نرحب بهم واحد واحد ونبدا بانيس. انيس مساء الخير. مساء الخير محسن، شكرا على الاستضافه، ان شاء الله نجوزوا سهره شابه مع بعضنا ومع النجوم اللي راهم معنا في هذه الحصه. معول تربح ولا ما يهمكش تربح ولا تخسر؟ المهم تشارك وصاميز. انيس نعطونا تحيه كبيره ليه. انيس بورحله ونرحب ب دي جي ان 5. مساء الخير. مساء الخير خويا، ميرسي بوكو فور سيت انفيتاسيون. نقول لكم صحه فطوركم، صحه فطوركم كاع جميع المشاهدين. شكرا بيان بارتيسيبيو ان شاء الله. صح ما فيهاش نقول ما فيهاش تربحوا. معولين ليكيب تاعي ديما يروحوا ليكيب تاعي تخوف الميدان من خلال التحديات. كريمه مساء الخير، نورتينا اليوم. خير، صحة فطوركم، صحة رمضانكم. فوالا ميرسي بوغ لانفيتاسيون. لا راني فرحانة، شفت حبابي فوالا. مرحبا بك دارك والقناة الشبابية قناتك. يعيشك دائما شابة كريمة. يعيشك. أعطونا تحية كبيرة عليها، نورتينا اليوم. يقابلك أخ زميل
تحدي النجوم بعدناكم على بعض مش تحدوا بعدكم بلادي ثاني وثاني سيد علي هل راح يشفع هذا الشيء قال قالته في المنافسة ولا لا لا شوف بدينا كيف كيف بنت بلادي بصحة لا ما تعرفين ما راح وما كانت درع الذهبي ما انتم مش عارفين مرحبا بك سيد علي اخويا صحاب طورك ميرسي بو لانفيتاسيون وان شاء الله نجوزو نتريب بالسواري ان شاء الله الله يحفظكم من العين ميرسي مرحبا بك الله يخليك خويا الله يخليك امين صحاب طورك محسن صحاب طورك المشاهدين صحاب طور لي زانفيتي بيان سور حنا ما نهضروش بزاف حنا صح الفعل ما نهضروش بالاخر المرميطه طيب بالعقل المرميطه طيب بالعقل وبدا يستعمل فوالا اسرار مهنه الطبخ هذه هي بصح ما تنساش باللي ملي ثاني كاين شاف وحده اخرى شتي مونتير ونحبوا نعزوا ونحترموا مليون ما فيش سليمان مساء الخير مرحبا بك محسن ميرسي بوكو فور لانفيتاسيون انا عندي الكارديا مليح انا عندي الكارديا زيد راهو في الوسط اسمع انا كي عندي الكارديا مليح ما نخافش الهمه وشال مع شاف سليمان الله يحفظك احنا ما قبل ما نبداو اجواء التحدي والمنافسه راح ناخذ تسميه كل فريق ان فايف سيد علي وسليمان وش هو اسم الفريق دالي هو اللي يحكم بون كاين بنا وكاين موسيقى وكاين موسيقى بنا ميوزيك الله يرحمه ما يتعبش راسه بزاف بنا ميوزيك علاش هنا هنا يطلع التابو هنا يحبط انا نزيد منها زيد الملح بنا ميوزيك هو اسم الفريق اللي على اليمين تاعي كريمه انيس وامين واش اسمو الفريق تاعكم؟ هما بنا ميوزيك البنا تاعهم حنا لي ديزاد خو لا بنا لا ميوزيك لا والو لي ديزاد لي ديزاد ما فيها كلش هنا تمثل بلي فوالا حنا كلش حنا كلش ان شاء الله ان شاء الله نفرح انا كي نشوفك كبير عند امين حاجة ما تدري بيزون فيري فيري موشي كوبي لا لا ما كانش مادام انا وما على باليش واش كاين دونك واحد ما انا راح نكتشف معكم قال لك رياليزاتور نسيبو هذاك رياليزاتور راح يعرف حكي بودابا وقيلا تا موسم اللي فات كله ميرغان سميرة ايدي جات خصيصا للبرنامج هذا ما تعرف حتى واحد هنا احنا راح نعيشوا اجواء كما شفتوا مشاهدينا في بدايه البرنامج الاجواء راهي هكذا احنا نتمنى انه الحماس يبقى التحدي يكون وانتم مشاهدينا ما تغيروش القناه ابقوا معنا نبداو باول مرحله بعد الفاصل رجعنا لكم مشاهدينا بعد اول فاصل في اول مرحله الفقره الاولى من تحدي النجوم تعتمد عندنا دي جي عندنا فنان فنانة وفنان أمين وسليمان على بالي تسمعوا الموسيقى خاصة لما أقول لكم أنها 100% موسيقى جزائرية في رمضان حبينا من خلال كل أداة تحدي نجوم أغاني الجزائرية والفنانين تاعنا واجدين واجدين إن شاء الله اللي يعرف الأغنية أو الفنانة والفنانة ما عليه غير يضغط واجدين دي جي رفيق كريم الضغطي ما تخافيش ما تخافيش تاع الصح تاع الصح تفضلي هكذا بغادي سادي والاجابه ناديه تيسير صح ونعاود نولي عند دي جي اعطينا كي تقول هكذا بغالي سعدي هكذا بغالي سعدي وعدي راني نساه راني نساه قدر يعطيك الصحة كريمة نقطة لفريق لديزاد بداية قوية للفنانة الراحلة تيسير وبداية قوية لديزاد لكن مازال مقطع موسيقي آخر دائما مع دي جي رفيق هذا مكان شوية
سليمان الحراشي واش من الغنيه سقطت انت يا الغنيه يا شكون يغنيها الاجابه ما سمعناش واش صحيحه سبحان الله يا أغنية سبحان الله يا لطيف غناوها بزاف فنانين وهنا سمعناها بصوت الفنانة شابة مالي قدموا أغاني بأصوات الشباب اللي محافظين على الأغنية لكن الأغنية هي سبحان الله يا لطيف ونقطة لفريق بنا ميوزيك تعادل والبداية وهذه البداية ومازال يلا نروحوا من اختبرنا الأذن الموسيقية تاعكم نشوفوا دوكا ولا تشفاو على برامج افلام رسوم متحركه قدمها التلفزيون الجزائري سابقا اللي يعرف السؤال اللي راح نطرحه يعني يعرف الجواب تاع السؤال هو اللي يجاوب لكن الان خليكم في برك تشوفوا نشوفوا راح نشوف وحده اسمها عفاف عندها ليكسبوزيسيون يا بسم الله البنات ما يتعشوش من بعد ياكلوا هاك جوب طلعوا ساسكتوا برك ما طولهاش وقت ولازم تكملها بالخ تابعنا لقطات من مسلسل جزائري ما هو عنوان هذا المسلسل نحسب بعد قلنا شكون لعبوا لي رول امين دارنا زمان نفسها راك قريب هذيك الزمان اللي ما فيهاش هاي عاونوني قبل ما نروح الفريق الاخر اعطوني كاري طاع قلت لهم نص الاجابه دارنا نحي زمان بدل حاجه واحده اخرى قرب لي شويه دارنا بكري هذه هي الاجابه تاعكم الاخرى دار يما انا ما شفتوش دونك ما نعرفش دونك نولي لكم امين اعطاكم نصف الاجابه وشويه زياده قال دارنا بكري وقال ونحو زمان لا بقاو في نفس الفتره اعطيني كلمه واحده اخرى نبداو بدارنا ولا دارنا صحيحه ماشي دارنا زمان ومشي دارنا بكري بدلوا هذو في نفس الفتره دارنا كي كانت صح قربت شويه احنا نعطيكم فرصه الاخرى لكم وليهم وخلاص وشوفوا الاجابه انت واش قلت دارنا كي كانت من شروط المسابقه اني نعطيكم عاونوا ركزوا مليح امين كي يعطوا لك دار واش تولي تروحوا ترحلوا عزيزه سي بون هضر لا سي بون عاود ولي لا هضر ولي هضر خلاص هضر دارنا جديده صح وبالتالي دارنا قديمه علاش هما لازم تتقلقش مره هضرت ما تتقلقش دارنا قديمه هذيك صح امين معليش يعني تقدر كلمه انا اعطيكم مؤشر قال درنا جديده نعطي له الفرصه باش يجاوب اعطيتها لكم انتم لا لا انتم عطيتوا له ما قلتوا له القديمه عطيت لهم هذه يعطيكم الصحه ميم صح محسن تحبهم انت لا 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 اسمح لي محسن حتى سبحان الله يا لطيف كنت قادر نقول لك غلطه باسكو سمح لك لا لا انا هنا باش نعاونكم نروح الرياضيه الطريق للقدام نروحوا الى ثاني مقطع على الشاشه ليله عيد الفطر المبارك
تهانينا الخالصة إلى كافة السادة المشاهدين والمشاهدات. عيد سعيد ومبارك نتمناه للجميع. اليوم نلقاكم في هذه المناسبة الغالية والعزيزة على كل مسلم ومسلمة، فبهذه المناسبة كل عام وأنتم بخير، أعده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركة، فللجميع عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. حبيبي مازال ما طرحت السؤال. مراد زيروني وعلى أسيا فلاح، ونقول لهم صحة رمضانكم وقريب هضرونا على العيد، نقول لهم صحة عيدكم. السؤال يقول أني اسمع فيكم مسك الليل مسك الليل ومسك الليل، فكرة وإعداد لمن؟ السيدة ليلى. شوفوا كيف كيف صح. الإجابة صحيحة، يعطيكم الصحة. ما زلنا مكملين مع المرحلة الأولى لتحدي النجوم، نروح إلى تحدي آخر هو نوعا ما أسهل، المفروض تعرفوا دوكا. ما عندك ما تشتكي، راح تشوف رموز إلى مثل جزائري. أم فايف سيد علي وسليمان، شوفوا معي على الشاشة. إحنا لا ربي أنتم ما لا وما تتكلموش. سيد علي ليمان ام فايف، تبداوا من اليسار الى اليمين، تفضلوا. كل رمز كل رسم حاولوا تلقاو له الكلمه، كي تلصقوا راح يخرج لكم تل. واش راكم تشوفوا الصوره الاولى؟ وشنو الرمز الاول؟ نار. نبداو منها. يدين الماء، اليدين النار. كاين الشتا ولا الماء هذه؟ لا لا ما نار. وش يقدر من هذا الشكل يخرج متل؟ كل شو ما فيها تبن ما يخاف من النار. ماشي كيفاش؟ قول بصوت مرتفع باش نقدر نعاونك. بالجمله غليك واتو. راك قريب، راك قريب. لي كرشو ما فيها اللي ما فيها تبن ما يخاف. ايه وراي الكرش. ايه ما عندك لا على بالي بالك جات ولا اكتضر. يد في النار ويد في لا لا راك قريب انت كي قلت. محسب الجمله غليك واتو. محسب الجمله غليك واتو. الجمرة نعرفوا بها برجلنا، دوكا واش ولات هنا؟ باينة. ما يرفدش الجمرة بيد. ما عندكمش إجابة؟ اللي عاوننا. أم فايف عاود تقول لي الجملة تاعك اللي قلتها قريب. الجمرة غير اللي كواتو. صح، راك قريب، بصح كي تعاود تترجم على الرموز هذه واش تولي؟ اليد. فوالا. كمل سليمان. اليد المشمخة هكذا. مت مت جمرة. ها؟ يد مت مت جمرة. لا 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 انا قلت راهي راهي قريب المعنى راهو تابع الجمرة غير الكواتو. خلاص يحس بالماء ماشي كيما ماشي كيما يحس بالنار. اي نحي يحس رانا يد واش تولي؟ ميمس ما يحط يحط يدو في الماء ماشي كيما يحط يدو في النار. والإجابة صحيحة، لي يدو في الماء. ما يحس بالجمرة غير الكواتو ولا اللي يدو في الماء مش كيما اللي يدو في النار. واضحة يعني سهلة. أنا عرفت وعاونتكم وبعرفوها. سليمان زيد تشكي ياك ياك بالك زيد تشكي. أو معكم أم فايف ديريكت. كريمة أنيس وأمين نفس الشيء راح تشوفوا رموز إن شاء الله يكون هي. شوفوا بمجرد تعرفوا كلمة زوج نقولوهم بعدها روحوا حوسوا على الأمثال اللي تدور حول تلك الرموز. واجدين كيما نجيبوها شي مبغي تعطيها لنا لينا لا لا تحبوا تعاونوها.
هذا اليوم خسيت يلا نشوفوا مع بعض المثل الخاص بلاد زاد يلا كثير سهله ما حصلها صراحه تقول جد الدنيا واش راح ميدالية ذهبية مسجد هذاك يا جامع لا 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 انفيل 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 مدينة انا نطلب مساعدة يوسف باش نقدر معاهمكم ما ما انتوش عندك دراهم ولا ميدالية معليش لانه هو مهندس هذا الرموز صحة وش رانا شو خليكم مراكم واحد هذيك وبعد الاولى مرة ثانية ميداي لا لا خلينا دار وش راهو الجو؟ الليل 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 هو جمع وش المفرد تاعها؟ ليلة صح آه. وبنوادر هذوك بالعادة عندهم حيل عندهم حيلة تقرا في الليل هذيك خلوا عندكم هذو المؤشرات نقولوا لرقم واحد اللي هو عليه علامة استفهام كبير وشنو ميدالية؟ اه وش عليها رقم؟ واحد صح وبالعادة في السباق اللي يفوت هو الأول هو الأول اللي فاتك ليلة فاتك حيلة لي فايتك بليلة فايتك بحيلة برافو هدية من عند دي جي ان فايب لفريق لي دي زد حنين قلبه كبير يعطيك الصحة سلف لازم يردوا لكم بعد ترجعوها ان شاء الله كانت هذه مشاهدينا اولى فقرتنا لعدد اليوم في تحدي النجوم النتيجة لحد الان 4 نقاط مقابل نقطتين التحدي بمساهمة مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر رابطة الرياضة للجميع بعد الفاصل رجعنا لكم مشاهدي تحية رياضية لكل سيدة وسادة اللي عم يشوفوا في تحدي نجوم في هذه الليلة والسهرة الرمضانية الرياضة حضرة بحضور فريق بنا بنا سبور دوكا لازم تسجلوا هدفين على الاقل ضد فريق تحدي النجوم احتراف لمده 10 سنوات زين وموح الكره الاولى مع دي جي رفيق الان انطلاق المقابله الاولى بين فريق بنا ميوزيك ليمثل الفريق كل من سليمان ودي جي ام 5 سيد علي يقدم لهم النصائح والتوجيهات من أجل تسجيل هدفين على أول هدف لتحدي النجوم والكرة الثانية الكرة الثانية تعادل تعادل يحاول تسجيل هدف تعادل نقطة هدف هدف تعادل والكرة الأخيرة اللي راح تفصل دي جي ام 5 سليمان ماركيز زي مدين استع ماركيز زي مدين استع زينو موح هدف لهدف قاعد اللي راح خلينا نتعرفوا على الفريق الفائز محمد موح كحلوطه يحاول تسديد زينو من بعيد هو فطر مليح مراد تجي مراد مساعدة هدف رغم مساعدة الحكم وظروف انا عاونتكم مش ماركيو عاونتكم خلاص خلاص تفضلوا تفضلوا امين انيس حاولت نعاونكم لكن الظروف طبيعية كانت اقوى اعطيني الكرة من فضلك اعطيني الكرة من فضلك اعطيني الكرة يلا الكرة الأولى في المقابلة الثانية انيس انيس امين هيا كريمه شجعنا الشباب شجع انيس وامين علي من اجل الفوز هدف الاول لصالح من كاد 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 يسجل زينو من بعيد اروح اروح منا يا يلا انيس
يحاول التسديد. هدف هدف لاتحاد النجوم. الكرة الثانية أنيس فضل. أنيس أمين. أنيس أمين. أنيس أمين. زينو يحاول تسديد من بعيد. المقابلة الثانية بعد بنا ميوزيك ضد تحدي النجوم. مدوا حتى نقطة في تحدي الرياضة. راح نشوفوا فريق لدي زاد كيفاش راح يكونوا. يلا أنيس رد بالك. يلا 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 الوقت وقت وقت. الهدف الثاني. الكرة الأخيرة. الكرة الشرفية. الكرة الشرفية. يا مح هدفين مقابل لا شيء لصالح فريق تحدي النجوم. هدفين مقابل لصالح فريق تحدي النجوم. ديجي رفيق. ورجعنا لكم مشاهدينا. دائما راكم تابعوا في تحدي النجوم عدد خاص برمضان 2022 واخر موسم مع فريقين عندهم ما شاء الله نشاط كبير وحماس كبير، لكن ما ساعدهمش هذا الشيء في الفوز على المحترفين زينو ومح فريق تحدي النجوم. هذا واحد مدى نقطة والنتيجة على حالها. قبل ما نولوا إلى أجواء التنافس مع ليدي زاد مع بنا ميوزيك البنا، وبعدها نشوفوا لازم أمين وسليمان كشما يديروا لنا حاجة. الموسيقى حاضرة بحضور السيد علي شلابة لا يقدم لنا واحدة من أجمل أغاني. أعطوني تحية كبيرة على فنانتنا السيد علي. وحشت عيني وحشت لي يا مسيح.
العرايس اللي كانت لينا وكل ساعة فيها تلاقي واللي ليا حكيم يديك توحش نخزر في عيني توحش كل حاجة فيك توحش تقعيني توحش مسينا والفلايس اللي كانت لينا وكل ساعة فيها تلاقينا عمري والليلية توحش انا حكيم يديك توحش في عيني توحش كل حاجة فيك وحشت قايني وحش سيد علي يلا يا كبيرة بزاف بزاف على فنانتنا سيد علي, سيد علي. ميرسي يعطيك الصحة نورمال معي 4 نقاط انا مو 17 ماشي غير 4 ها عطينا كشمة الفايم تقبل بيت بحيلة عطينا 4 نقاط مثل معايا مراد دي جي ام 5 بس شوف باللي حبيت نعاونكم على بين انت اللي حافظ في اكثر فيهم الامثال واش كيف في الشاشه داكور فهمنا سيد علي سليمان فقط بلغه الاشاره ممنوع تتكلموا ما لازمش كاع نسمع صوت فقط بلغه الاشاره تفهموا ام 5 تفهمنا يلا نشوفوا مع بعض راح يظهر مراد انت اتكلم حتى تلقانا هنا نبدا اسمع بالواحد يبدا يشرح له سليمان سيدال يلا وشنو هذا وش هو يشرح لك سيدالي ها تكلم تكلم بحر صح ماشي بحر زيد راك قريب حاجة تدي للبحر قف الواد غير حجاره يا اخا شوف 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 تسمى في تعرفت عيش لي تعيش لي يا بابا تعيش لي تعيش لي يا بابا ونرد في رتعبك ونرد في رتعبك جهدك وشقاك ما يبقى في الواد غير حجاره سيدي علي هو الواد عرف اللي كاين كلمه واد عرف 20 سنه وعايش مع اللي ما يسمعهم يشوف جبال وسوسو قال لك بحر وبعد نقص سي نورمال واد عجبتك شيخ انا كيما فهمتش عندي لوكا شلال غادي نحكي حتى عندي حمام الوال كاع يعطيك الصحه يلا والبحر الا ما كانش الواد شغل بعد شكون فيكم اللي يعرف الامثال باش يلقى بالخف انا ماش الامثال ما تعرفش امثال بزاف كريمه اروح تفضل ضحيوا بيا يا اخي عاوني ضحي فايف زيد عاونهم فادي درك يلا كريمه انيس ممنوع تتكلموا اوكي مثل فقط بلغه الاشاره نذكر باللي لو كان تتكلموا نسمع صوت تلغى النقطه مباشره يلا امين انت عندك الحق تتكلم وانا هنا باش نساعدك اوكي اي حاجه تفهم اي حاجه تشوف باللي قالوها انت تتكلم اوكي يظهر المثل يلا تفضلوا شكون اللي يبدا
كريمه. سهله هذه كريمه دي. لا لا ما نعرفش كيفاش نغنوا. وشنو هذا؟ وشنو هذا؟ الملح. صح المثل فيه الملح. بكري صح يا حسره مثل بكري. شنو باينه انت دير كيما مراد حاجه الاب تفكر قال امتى اللي فيها الملح باش يسهل عليك تلقى. انيس تفضل تفضل. وشنو هذا؟ خلينا خلاص عرف الملح خلاص. وشنو هذا؟ يشم. وي ويشم وش ويشم؟ يدوق. وش ويشم بصح؟ وش الحاجة اللي تشمها؟ بران. الورد. صح وبالتالي الورد. اسمه الورد ولا نطلو اسم واحد اخر؟ الورد. سؤالي كاع. زعما كويزين. امين تفضل شوف. حتى ينور الملح. حتى ينور الملح. اسمع انا نشكر كريم وانا صافي يعطيك الصحة امين. كريم غرست الملح ونار. زينة 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 قردش تديك مرحبا بالطفلي جزرنا وصارنا فرد بلادي مرحبا بالطفلي جزرنا قردش تديك يومية بالسعادة كيما عرفت هو خبير الأمثال هو الحكم الشعبية كاينة حاجة هما شرحوا مليح بلح ونحات وقلب جيب نور نور سمع بالقليل وفيها حتى ينور الملح خلاص حكينا ينور الملح الآن نروحوا صح للسكر للزهر تاع الصح الزهر اللي عنده زهر راح يلقى زائد واحد من بين ارقام من واحد الى خمسه يتفضل معايا زينو ولموح باش نكشفوا عن فحوى كل ارقام اللي راح يختاروها كل فريق دي جي رفيق بنا ميوزيك ميوزيك بنا من واحد الى خمسه واش تخيروا؟ ثلاثة رقم ثلاثة أعطيها لسيد علي أعطيها لسيد علي أنت وزهرك كيستيون يقدر يكون تحدي يقدر يكون زائد واحد ناقص واحد نطلب سماح من الإنسان واش كان؟ وخلاص نطلب سماح من الإنسان صح رفيق ينقص لنا الموسيقى في رمضان وراه جاي العيد كاميرا أمامك واحد راك غلط معاه راهو غلط معاك وهي فرصه عبر تحدي النجوم تطلب منه سماح ولا تصفيها يا خويا غير ربي لي كل حنا اللي غلط معاه قاع يسامح لي واللي غلط معايا ربي يسامحه كاين شخص محدد كاين بيتر كاين ما تقدر كاين بزاف. اه كاين بزاف ليه اليوم حبيت تصفي هو تما تقولوا يا مصطفى يا دلسي اسمع بي الهدرة يا مصطفى يا دلسي اسمع إذا غلطت معك أروك على بالي ما غلطت معك برافو يعطيك الصحة كريمة أنيس وأمين اختاروا ما عدا رقم ثلاثة من واحد إلى خمسة خمسة رقم خمسة الخمسة نحب نشوف قبل ما يشوفوا الضوء نشوف الخمسة حب بين نقص واحد حنا بين فارغه 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 اعطيني خيروا رقم واحد اخر ما كاش خمسه فارغه فارغه هذه غلط هيا خيروا زائد واحد باقي لا لا زائد واحد هذه ما فيها الزائد وناقص فضلوا روحي كات كات في الملح اربعه رقم اربعه شوف محسن اعطي لانيس ولا كريمه شوفوا معاك كاينه وصفه تاع ماكله في دقيقه واش كاين؟ عطينا وصفه في دقيقه صح شكون يدير هذا التحدي كريمه ولا امين ولا انيس؟ كيما حبيتوا كيما حبيتوا انتوما في دقيقه في دقيقه في الشيف امين تقول في الكاميرا واش هو هذا الماكله تعطي كيفاش دير حلويات ولا ماكله كيما حبيت المهم نحسوا باللي رانا نشوفوا فيها قدامنا اكواجد طب امين
فوالا نعطيكم وصفه تاع حلويات. بون مخبز عندنا 3 كيلات لوز، كيله تاع السكر، نديروا زاز دو صفر البيض، نخلوها ترتاح، نوجدوا الطليه تاعنا فيها سكر غلاس، فيها بياض البيض، فيها عصير ليمون، نوجدوها ثاني نخبطوها بيان حتى يولينا غلاصاج مرايا كما يقولوا. بعدها نغلاصيو الحلويات تاعنا، نديرهم دي عقش ولا ورد ولا، وهكا الحلوه تاعنا تكون واجده للعيد بيان سور. اللي عندهم هيبه وعندهم هاد الصوالح راهم يعرفوا لها، راهم يحصيوا لها. يعطيك الصحه شاف امير، برافو. طباخة ماهرة وتحب الماكلة لم يدمها، قالك ما تحبش كيفاش يقولوا الزغلي والمغلي، صح؟ المغلي اكزاكتومون، هذه معلومة وصلت. ما دارهاش بالفور، ما دارهاش بالفور، زعما ناقصة. ناقصة انت درت هذاك واش بنيون ولا حلوة التحدي عندهم نقطة فريق لي دي زد. يلا رقم واحد اخر. واحد يا اخو. واحد ولا اثنين؟ واحد واحد واحد. شكون هو المزهول اللي حيلقى زائد واحد؟ شكون 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 شكون؟ ان شاء الله ما يكونش كاجدين نخلصوا. ما من انا قطعت نقول زائد واحد. زائد واحد. جمهور غربي. نية نية نية. هذا خير كبير وديري في ربا. شوف كي دير الخير عاودهم ورجع لك خير. راكم متساكين. بقى رقم كات كات اعطيك واحد. نقص واحد. لا لا كاين واحد اخر. نقص واحد. لا 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 نقص واحد وخذا. ودي داها نقص واحد هو اللي خباها. فل فل او مثل. فل او مثل. كريمه. فل. مقطع من غنية هكا فعلا نسمع هذا العشية. حبيب أمالي يا غالي يا غالي، عمري كله إليك. الله. يا عمري يا عمري، مش خسارة فيك، مش خسارة فيك. الله. اول وعلاش المولك وعلاش تعيي فينا. برافو، عطونا تحيه نفوتكم ليك كريمه الصغيره. شاف سليمه راضي يدو النقطه. صح تبدا انت ويبدا ان فايف يرضى سيدي علي. هذاك هو صحتهم صح بزاف. نقطتين نقطتين في تحدي انت وزهرك. وصلنا الى اخر مرحله، المرحله الثالثه. بعد الفاصل ابقوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. دائما راكم تابعوا في تحدي النجوم من اعداد تحدي النجوم لرمضان 2022 مع هذه الاجواء الرائعه. اليوم يصنعوها كل من سليمان، امين، دي جي ام 5، انيس، سيد علي وكريمه. معنا سهرة كما يلزم الحال. وصلنا إلى تحدي الأرقام. ذاكرة قوية لمراد دي جي أم 5 تحت مثل فريق بنا ميوزيك. نطلب من سيد علي وسليمان من فضلكم دوروا كريمة وأمين. أنيس مسؤوليتك أنك تتذكر وش كاين من واحد إلى تسعة. دي جي رفيق تفضلوا. يعطيكم الصحة كريمة، تقدري تشوفي وسليمان. الآن انتم ماكم مرتاحين سيد علي وسليمان، خلوا ام 5 هو يركز مليح. كريمة وأمين فقط كي نمد مؤشرات وانتم ما شفتوا تساعدوهم. اوكي نبدا معك أنيس، وش كاين مر رقم أربعة؟ مشوك. بدون طويل إجابة صحيحة. حبل مشوق وين متعلق سليمة تعطي مشوق عليا.
الكاطو تاعي بريفيري. افايف رقم 7 نعطيك المؤشر مشوك يدينا اكثر للعيد هنا مازلنا في رمضان. برافو انيس رقم 6 خبز البايب انيس عجبني ما يسحقش كاع موسى تشفى تسمع انت واحد يعطيك غنيه في دقيقه تحفظها وتطلع تغنيها ديريكت يكتب لك غنيه ونشوف ام 5 رقم 1 تحقق مؤشر لا ما كلا شويه رانا في رمضان ورانا في قسنطينه وش يحطوا لك؟ واحد انا ما نعرفهاش وانا تمام. ايه هذينا. لا لا سيدي حط له لوكاس. عاونوا سليمان. جوزيه. اقفل انا في رمضان جوزيه على طول عام. رفيق. قريب. ما شفت انا سي ايه زيد اعطي له حاجه قال تاع ناس قسنطينه. قسنطينه. حاجه معسله. صمصام بقلاوه. يعني لو كان يوسف هنا يعطيكم واحد المؤشر. الميدا واش يقولوا لها ثاني عطوني اسماء صينيه صينيه ولا مشارقه ثاني يسموها ترابيزه 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 يا واد انا قلت لك شنو السناي؟ ما تقوليش تاكل السناي ايه ماكله انا نقول لك راح نفتح مورا لا لا خبز خبز الباي خبز تونس خبز الباي هنا قسنطينه اصبر ما تدورش سنطينا هي غرامي باللوز بوسه باللوز جوزيه قلب اللوز باللوز والعسل ويحطوا لها شويه نفتح قريوش شبح الصفره صح شبح الصفره صفره حمل حلو حمل حلو ديتني كونترول حلو بعدا بالحلوه سنطينا شبح الصفره شبح الصفره صفره لا لا معليش احنا كنا نشبح الصفراء هذا حمل حلو هذا كيفاش؟ نعرفوا نحوسوا على الحلوة نعرفوا تاع ايزاجير واحد يا مراد يا مراد يا اخو قلت لك دير لا كابتشر ديك راهو قبيل صح علينا انيس نسيت شوية هضروا بزاف من الساوت رقم 8 قريوش لا ما تخلعنيش موسى ميموار فيزيوال يس يس مليح ام 5 رقم 5 إجابة خاطئة برافو قالكم رقم 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 أنيس رقم 2 بقلاوة بقلاوه ام 5 رقم 3 وباش نعاونك لانه هذا الرقم الاخير دائما ما نلعبوش فيه بقالات حاول تشفى وش هي الكلمه اللي شفتها وما كانش هنا شبح صفراء وبان شوكا وهنا شربات خبز الباي بقالات قريوش وقلب اللوز وش قعد؟ مشوشه مشوشه قال مشوشه لا لا ما عندنا حتى رفيق زاد عنده طفل وجاب لنا الخفاف ورانا في رمضان صح انا مؤشر اسمعني مليح سبحان الله انت راك خرجت للحومه شفت انا شكون هو كنت معايا راك خرجت للحومه داكور داكور بديت معك قلب اللوز بديت معك زلابيه ما كانش ها وزيد معاهم لي طارت خلينا في الحاجه شويه تقليديه عاود خمسه لا لا عاود 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 شغل كي تدخل تقول اعطيني قلب زلابيه واعطيني طايف طايف باين عاودت عاودت شحال عرف ثلاثه اربعه اربعه نقطه تروح لفريق لي دي زاد مراد
مشاهدينا انتوما ما تروحوش بعيد ان شاء الله ما نكونوش شاهيناكم على بالي اغلب العائلات عندهم نفس السهرات الرمضانيه. احنا راح نهديو لكم مره اخرى اغنيه بصوت فنانتنا كريمه الصغيره بعد الفاصل. أعطوني تحية كبيرة لكريمة الصغيرة. أجواء رائعة في استوديو النجوم، ونولوا إلى آخر تحدي مبرمج لهذه السهرة. راح يوقعوا دي جي رفيق مقطعين موسيقيين آخرين، ليعرف أو الفنان أو الفنانة ما عليه غير يضغط ونركز، ما تجاوبوش حتى انا نقول شكون يجاوبوا. وهنا ان فايف اكتعرف كل نقطه تمدها تحسب نتيجه. نفس الشيء امين كريمه انيس، تعرفوا الاجابه خلوا عندكم حتى نمد لكم الكلمه. لازم نعبزوا يا دي جي رفيق. سيدي علي جماله، الله يحفظك. اجابه صحيحه.
بيرحم الفنان عزيز ونقطتي الجمالة تعطينا بنا ميوزيك ريمونتادا قوية من سيدي علي شلبالة ريمونتادا مازال مقطع موسيقي ونظن النتيجة راهي متقاربة إذا ما كانش هذا نظن زدت دعم قبيلة عليها نقطة هذه الأغنية ماشي سبعة اوكي معليش المقطع الثاني مع دي جي رفيق تفضلوا عثمان بالي عندكم اجابه زيدونا شويه زيدوا شويه عاود شويه لا لا محمد روان ما جاوبوش حتى نعطيكم الكلمه تفضلوا محمد روان لا لا الاجابه خاطئه سلمى كهنة ولا اجابه صحيحه وعبد الفنان جازولي الأغنية في الأصل هو عودها الفنان عبد الوهاب جزوري دائما نحبوا بعض الأغاني من تراث أغاني تاع فنانين كبار يعودوا الشباب لأنه رانا في قناة شبابية مازال هم حافظين على الأغنية الأصيلة وصلنا سيدتي سادتي للتعرف على النتائج النهائية لعدد اليوم مع زينو وموح ودي جي رفيق درع ذهبي درع فضي تكريم تتويج هدية من التلفزيون الجزائري القناة الشبابية وبرنامج تحدي ضيوف كل حلقة دائما نذكر أنها بنفس القيمة يختلف اللون باختلاف مجموع النقاط هل فريق بنا ميوزيك هو الذي سيظفر بالدرع الذهبي سليمان سيدالي مراد أم لدي زاد أمين كريمة أنيس أين احنا يا أم؟ إن شاء الله أين أم؟ بالرجوع إلى تطبيق كل قوانين المسابقة بما فيها السلوك والانضباط والهندام السلوك الفريق الفائز في هذه الليلة من برنامج تحدي النجوم هو فريق فريق ليدي زد شكرا مبروك التتويج في تحدي النجوم أنيس يعطيك الصحة يعطيك الصحة محسن شكرا سيتي مومو أغريابل ميرسي بور توت لي بيرسون اللي شاركوا معنا وشكرا ديجا دو غرونز ارتيست ما بينهم Et voilà, j'espère à d'autres occasions, inchallah في العيد prochain, inchallah pourquoi pas. Et voilà, merci. Inchallah, on va nous dire صحه يدك انيس. شكرا يعطيك الصحه محسن. كل عام وانت بخير ان شاء الله. وكل ما يكون عندك دارك والقناه قناتك. يعطيك الصحه. اهلا وسهلا. الله يوفقك شكرا. ام 5 الحق يعني كما يقولوا في الفوت شمخت تريكو يعني محارب من الدرجه الاولى بارك الله فيك. يعطيك الصحه. صح.
عالم السلسله تاع الجيتار اللي جات سوا سوا. معليش انا كي سمعت في البيبي شغل حبيت الديه الذهبيه عطيت لها هذيك الان بوان بس على قد ارتيست نعم نحبوها بزاف بيناتنا غير هي مرا لورا قلت نعطيها ان بوان باش ديها هي. لا لا كنت قادر تربح الذهبي بالنقاط وتهدي ولا معليش بصحتك اختي نورمال والله ماني زعلان نبينو حلف الله نرجع لك خيرك الله غالي. بون الله يعطيكم الصحة. سيتي تخي بيان باسي كيما يقول لك لي كرون كيما يقول لك لي كرون ارتيست لي كيما يقول لك ممكن كنا صغار كنا نسمعوهم ويلحق لهم وين في بليزير. يعطيكم الصحة كامل ونقول لكم إلا ما عدناش لاقينا نقول لكم صحة عليكم وكل عام وانتم بخير وميرسي عليكم خويا العزيز. مرحبا بك وشين يقولوا بصح ما شاء الله يعني شاب روح وطاقة الحمد لله يعني باللي كبرنا وما ان شاء الله وي لا سيدة لا علي وكريمة ماشي على طول تحية كبيرة شرفونا اليوم في تحدي النجوم. كريمة نورتينا اليوم يعيشك تعرفي شحال نعزك وانا وهلا بك كأخت وفنانة وانتم تاني نورتوني وشفت حبابي اليوم صافي بليزير درنا وهيج لعبنا ميرسي بوغ شكرا والله جو سوي تري كونتونت داتر بارمي فو. C'est un changement, هكذا, un jeu comme ça. En plus, c'est agréable, jazz magnifique, alhamdoulilah. وانا هذا كي شفتو من قبل تمنيتو. دونك ربي حقق لي الامنيه تاعي. الوغ واش نقولوا؟ نقولوا صحة عيد كل الشعب الامه العربيه الاسلاميه وكل عام وحنا بخير ان شاء الله و فوالا ان شاء الله كل عام والجزائر بخير وكل الشعوب بخير. ان شاء الله وحنا كذلك نفرحوا انه هذا الهديه من التلفزيون الجزائري. مع جوائز وتكريمات كثيرة يعطيك الصحة ونفس الفرحة ونفس المعزة لخويا سيدالي معزتك كبيرة وشرفني اليوم بحضورك سيدالي يعطيك الصحة يا خويا يعطيك الصحة وصحة سحوركم صحة عيدكم سي توجور ان بليزير كي نتلاقاو مع خوتنا هكذا واش عاونتهم دا شويه بصح معليش توا هي كي نعاودوا نشوفوا البرنامج شبح صفرة و أخواتها الله يحفظك يعطيكم الصحة يا عيشك ميرسي الله يحفظكم مرحبا بكم الله يخليك وكي تحبوا تولوا يعطيك الصحة. شكرا على الدعوة محسن شكرا التلفزيون الجزائري نقول لهم صحة رمضانكم صحة عيدكم بيان سور إي فوالا إن شاء الله نكونوا خفاف عليهم خفاف ظرف إي والبنة تاع الفوز ما تنساش الوصفه اللي مديتها انا تروح تحطها في الفور كيما قال لك هاوي ناكلوها لازم وقيلا نقصوا النقطه ونعاودوا الحساب واش رايكم؟ نقصوا النقطه ونعاودوا الحساب محسن شكرا جزيلا بارك الله فيك جاز وقت بالطبع انا كي شفت سيدي علي وخاوتي من نادي جا الفرحه كانت قبل كلش وحنا رمضان راك تعرف ما حبيناهمش يروحوا هناك شوية خدمة أنا قلنا لك الهمة وش يا الصحة هذه ها الصحة تعيشوا ليكيب نقول لكم الشعب الجزائري يشوف فينا تحية كبيرة لكم وصحة ورب إن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ونقول لكم ثاني عيدكم بالصحة والهنا ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم وأني فرحان بزاف تلاقيت بخاوتنا سيدي علي وخاوتنا الجماعة من هنا وبزاف جاز معاك ويعطيك الصحة لانيماسيون جزيلا وقيلا نعاودوا له الصبيغه على هذه الهضره لا 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 وثانيك ميرسي بوكو اسمح لي ليكيب تكنيك ثانيك تعبوا بزاف على راسهم المخ يعطيك الصحة شوفوا الذكاء مقبله قال المخرج دوك عرف باللي مخرجه سميرة ايدي يعطيك الصحة سليمان بارك الله فيك كبيرة كبيرة شكرا سليمان سيد علي انيس كريمة امين انا اشكر دي جي رفيق شكرا جزيلا للفرقة التقنية أجدي واحد على رأسهم رئيس الإرسال تبراني يعطونا تحية من فضلكم على الفرقة التقنية رمضان قاوة قدموا المشاهدين تحدي النجوم شكرا لكل فريق الديكور كل قائمين على إنجاح هذا البلاتو فريق الشبابية فريق التسيير سفيان وكذلك حفيد فلاح وكذلك يوسف حميد وفريق الإخراج كل من صوفيا حدادي سمير
سيد عثمان وكذلك سميرة أيدي. نشكر دار ياسف يلبسوني خلال هذا الرمية التقليدية. مشاهدينا من الآن باسم كل فريق تحدي النجوم نقول لكم صحة عيدكم وكل عام وانتم بألف خير. تهلاو في روحكم، بقاو على خير. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس.